بسم الله ربنا اجعلنا نحن رايتك يا كريم، رايات الإسلام الحقيقي لا رايات الإسلام الوهمي الذي أراده أعداؤنا في كل مكان وكل زمان، وأوهموا لاراكاي السقاط من البشر، أوهموا اللي الإسلام هو ما وصفه لهم أعداء الإسلام من صهاينة وكنائس وكرب، وصوروا لهم الإسلام أن يكون عاطي الفرد وانقب الأرض، عنده انقب الأرض يعني انقب الحدود التي أرادها الله، بيد أن الله يقول من يتعدى حدود الله وقضى نفسه هانوا قاضي بقضي، لأنهم من الظالمين ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعود إن شاء الله.